عمدون مباشرة من زيارة الفوجئية الرئيس الجمهوري نسمعوا ليه في علاقة زادة بالاستغلال السياسي للكوارث اللي قاعدة تصير طبيعية مفتعلة. رئيس الجمهورية يقول في بعض منها هي مفتعلة. قيس سعيد: يرمون بالشباب في البحر ويقال حرق واحرقون النباتات في الأرض. تونس تبارك الله معنا تتوفر على كل الخيرات ويكفي فقط توزيعها العادل على كافة المواطنين، هذا هو المطلوب، حتى يلقى البائس والمحروم حقه في وطنه، لأن الوطن ليس أرض يفترشها ولا سماء يلتحفها، بل الأرض الوطن هو الأرض والحق معا، الأرض والحق. الأرض والحق في نفس الوقت. هوني تلميح واضح للقانون وتطبيق القانون من جديد. ما زلنا في الكلمات هذيك المشفرة اللي حكينا عليها الرئيس الجمهورية حتى في علاقة ممكن هوني بكوارث قد تكون إجرامية وإلا طبيعية. هو فصل ولو التحقيقات في أجملها تقول أنه اللي صاير من حرائق في الشمال الغربي وفي تونس بصفة عامة هي كوارث طبيعية لأسباب طبيعية. ساعات نشوفوا قبل الأسباب نشوفوا ملاحظتين عام في العام. أولا رئيس الجمهورية خذا منحة بتاع الزيارات الفجائية، الزيارات الأخيرة بتاعه الكل كانت فجائية. معناها هل هذا صدفة؟ لا، هذا موقف ثابت أنه هذا موقف. تكرار الزيارات الفجائية معناها فما موقف من رئيس الجمهورية يحب هو يمشي يشوف الأمور أن من غير مكياج، لأنه زيارة المرتبة على غالب احنا في بلاد اللي احنا وزير الصحة بالنيابة أن قالك مشيت دخلت للمطار نلقاهم بلاش بافيت، زدت قدمت شوية سمعوا بيا جاي ونلقى العباد كل بالبافيت، معناها مطار جديد ومن اللي زدنا كملتش تربطت هاي أنا مواصلين. دونك هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هي التلميحات، وهذا من ثوابت خطاب رئيس الجمهورية، وهو عدم الحديث بصفة واضحة كاشفة معرية، بل الاستنجاد بالصور والتلميح. علاش؟ لأنه ماهوش هو من بعد اللي لو أنه يقول صراحة يلزم فما إجراءات تتاخذ، وهو يعرف اللي صلاحياته سوف تقف عند السرد، لأنه التنفيذ هو لدى السلطة التنفيذية مش عنده هو، أي لدى الحكومة. وقول أنت قاعد يلمح حتى تتشكل حكومة المشيشي اللي تعتبر حكومة رئيس الجمهورية وقت هذا التنفيذ، حتى لا يخرج عن صلاحياته. نوصل في قراءتنا للتصريحات هذه اللي جينا عن بعد، نمشيوا بعد شوية الاتحاد العام التونسي للشغل، تصريحات من صفاقس البارح شديدة اللهجة، أنا تأثير أي مدال أي مدال الكلام هذا موجه زادة للسيد هشام المشيشي الجواب بعد شوية في 90 دقيقة. نواصل نذكر ونستقبله الدكتورة جليلة بن خليل عضو لجنة مجابهة الكوفيد 19. نرجع على آخر التدابير والبروتوكولات الصحية الإجبارية. مرحبا بكم الناس الكل.